كونكت ريد 1 سكند تيرم يونت 16. اتس 10 o'clock زي ما اتفقنا في بارت 1 ان ده بيقرا الساعه. الساعه دلوقتي عربي صغير عنده على 10 والعربي الكبير على 12 على 12 على 12. يبقى اتس طبعا لو اتكلم على الساعه، الساعه دي غير عاقل مفرد، فهقول ايه؟ اتس 10 o'clock يعني الساعه 10 بالظبط. بارت 2 vocabulary كلمات. طب هنا بيقول شاوت، شاوت يعني بيصرخ. اه زي ما شايفين صورة البنت كده بتعلي صوتها، يعني بتزعق صوتها. اه ده ايه؟ اس اتش اوت او يو تي شاوت. تراش يعني تراش قلنا قمامة، تي ار اي اس اتش برضه نفس الفكرة. ش ده ايه؟ لتر ايه؟ اس اتش. تور جايد اللي هو ايه؟ مرشد، المرشد السياحي. اه تي او يو ار G U I D E. Museum ده متحف، M U S E U M. طيب عندي بيراميد. اه طبعا دي خدناها الترم الاولاني يعني هرم. طب اهرامات بيراميدز. اه بزود لها اس الجمع، B U R A M I D. طيب عندي نمبر 9 9 N I N E. فونكس يعني صوتيات اصوات الحروف. طيب letter B sound بتاعه ب ب زي كلمة pen. pen يعني سلة مهملات B I N. وزي كلمة map خريطة M A P. دي بقى ايه؟ ده letter A M. طب عندي كلمة cab يعني طاقية برضو فيها letter ب، يبقى ايه؟ K A P. فونكس يعني صوتيات صح كده؟ طب يلا بينا، شايف ايه معايا؟ بن يعني باسكت، طبعا هنا بي ساوند بتاعها ب ب وال اي سبيل وزمي كده. اه ب بي اه اي اي ن ان، يبقى بن اللي هي ايه؟ سلة مهملات. طيب هناخد كلمة تانية اسمها ايه؟ ماب. ماب يعني خريطة. طيب the first letter M الساون بتاعه M. برافو. ماب يعني خريطة. اه ما اسمك كده وزمي. اه ال A دي الساون بتاعها طيب با با ده اللي هو letter ايه؟ بي. تمام. طب عندي كلمة تانية اسمها كاب، يعني ايه كاب؟ يعني طاقية زي اللي انت شايفها في الصورة كده. تمام the first letter اه زي ما اتفقنا السي ساوند بتاعها ك، يبقى excellent. اكتب سي كا يبقى ايه؟ با با يبقى ايه؟ بي بي. طيب ساوند لتر سي ك زي ما اخدنا. طبعا شايف ايه معايا هنا؟ اه دي ساعة، ساعة يعني كلوك. طبعا اتفقنا كلوك اللي هي ساعة ايه؟ ساعة حائط. طيب ام لتر ايه ده؟ ام الساوند بتاعه ام زي كلمة ميوزيوم اللي هي ايه؟ متحف. انا قلت ام يبقى هكتب ايه؟ لتر ام. طب عندي letter ايه ده؟ N excellent بتاعه ن ن زي كلمة nine اللي هي تسعة ن، يبقى هكتب N. طيب letter P the sound of letter B P. تمام. تعال نشوف زي كلمة pyramids او pyramids زي ما خدناها في الكلمات اللي هو هرم واحد. طيب اهرامات pyramids، انا قلت P P يبقى هكتب ايه؟ letter P. اكسل يورسيلف، فكر في السؤال ده وجاوبه في التعليقات. لوك اند سيركل، طبعا انت متفقين على السؤال ده ان انت بتبص على الصوره وتعمل دايره على معناها. دي ايه بقى؟ وات كان يو سي؟ ماب اور كلوك؟ فكر في السؤال، انا عارف ان انت عارف اجابته وحطه لي في التعليقات. براكتس تدريبات. لوك اند انسر يس اور نو، يعني هتقرا السؤال وتبص على الصوره، لو الصوره صح مع الجمله يبقى هتعمل يس، لو الصوره غير مناسبه للجمله هتعمل نو. طب نمبر 1 I always stand in a line، يعني ايه الكلام ده؟ يعني دايما انا بقف في الطابور. اه انا شايف يمين الصوره فيها فعلا طابور، يبقى هعمل يس اندرلاين على كلمه يس. طيب نمبر 2 اتس 12 o'clock، احنا قلنا يعني الساعه كام دلوقتي؟ اه عقرب صغير على 3 يمين وكبير على 12، يبقى اتس 3 o'clock، يبقى طبعا هتبقى نو. I throw trash in the bin،
يعني ايه؟ يعني انا برمي الزباله في سله المهملات. اه طبعا يعني طبعا هو شايفين ايه بيرمي التراش بره، فطبعا هيبقى نو. صح كده. طيب find the odd one، يعني طلع بطلع الكلمه المختلفه زي ما انت قلت لنا يا ميس، ان احنا بنبقى قدامنا ثلاث كلمات، كلمتين من نفس المعنى او كلمتين من نفس الساوند او كلمتين من نفس العيله، مثلا حروف جر وجوبس كالرز نمبرز فيربس، والكلمه الثالثه هي الشاذه بحط عليها دايره او خط. طيب كلوك ان اون، كلوك يعني ساعه حائط. اه وان وان دول ايه؟ حروف بريبوزيشن. اه ان بمعنى في وان بمعنى على. اه يبقى ايه الديفرنت هنا؟ ايه الاود؟ كلوك. كلوك نمبر 2 stand shout trash. اه طبعا هنا trash هي المختلفه، لان stand يعني يقف وshout يعني يصرخ. الاثنين دول ايه؟ verbs. وكمان start with letter s. اه match يعني وصل، وانا برقم مش بوصل. طيب. number 1 عندي museum، number 2 tour guide، number 3 pyramid، number 4 trash. اه museum يعني متحف. اه يبقى هاجي عند صوره المتحف واعمل number 1. number 2 tour guide يعني مرشد سياحي، هاجي عنده واكتب نمبر 2. بيراميد يعني هرم، هاجي عنده واكتب نمبر 3. تراش يعني ايه؟ مهملات، وهكتب قدامها نمبر 4. لوك اند سيركل يعني ايه؟ انظر على الصوره وحط دايره. دي صوره ايه؟ وات كان يو سي؟ فش. اه يبقى طبعا كلوك يعني ساعه حائط، فهحط سيركل عند كلمه فش. نمبر 2 عندي هنا سله مهملات يعني بن. برافو. نمبر 3 طبعا دي كلمة ايه؟ trash. ناين يعني تسعة. اكسل يورسيلف، فكر في اجابة السؤال وحطها في التعليقات. look and answer yes or no. طبعا زي ما اتفقنا بتقرا الجملة وبتبص على الصورة، لو صح تعمل yes، لو غلط تعمل no. it's 3 o'clock. what can you see؟ يلا انا عارفة ان انت هتعرف تجاوبها، حطها في التعليقات وانا صح. أنا سكرامبل يعني طبعا رتب الكلمة، هو بيكتب لك الكلمة غلط وانت تكتبها صح. طب احنا شايفين بتعمل ايه؟ اه بتصرخ يا ميس، يبقى shout shout. excellent. numbers 2 احنا شايفين صورة ايه؟ fish يا ميس يعني سمكة. برافو. fish. تمام. طبعا لازم تحفظ الكلمات كويس عشان تجاوب على السؤال ده. طيب عندي هنا ولد بيقف، عايز اقول له ايه؟ verb stand يعني يقف. stand. طيب اللي بعده عندي شايفة طابور. line يعني line. طيب look and complete with. طبعا بشوف الاختيارات اللي عندي واشوف الجملة ناقصها ايه او الاختيار المناسب ليها واحطه تحت واشطب عليه عشان مختارهوش تاني. at يعني ايه ده؟ the preposition بيجي قبل الساعة. ساعة. librarian اللي هو أمين ايه؟ المكتبة. امين المكتبة. shout يعني يصرخ. visit يزور. let's space the beach. ها هنعمل ايه في البيتش؟ هزور يا ميس. let's visit زي ما اتفقنا، let's بيجي وراها verb infinitive في المصدر، يبقى اختار visit واشطب عليها من فوق. I get up not 6 o'clock. احنا قلنا في حرف جر بيجي قبل الساعة. at يا ميس، هحط at 6 o'clock. excellent. number 3 I don't ايه بقى؟ المفروض ما اعمل ايه؟ ما اعملش ايه؟ الصورة يا ميس ولد بيصرخ، هحط كلمة shout. don't shout. number 4 I ask the librarian. انا بدي اسال مين؟ librarian اللي هو يعني هو امين المكتبة. librarian. اكسل يورسيلف، فكر في اجابة السؤال وحطها في التعليقات. find the odd one. clock map cap. ها المختلفة. انت مبدعة. discover يعني اكتشف، هتفكر كويس في اجابة السؤال ده. draw يعني 6 o'clock. هو عايزك ترسم ان الساعة 6. هي ترسمها ازاي؟ تحط العقرب الصغير عند 6 والعقرب الكبير عند 12. طيب it's 10 o'clock برضو احنا عايزين نحط ايه؟ العقرب الصغير عند 10 والعقرب الكبير عند 12. اتفقنا معاك عند عند 12 العقرب الكبير علشان دي o'clock. الباقي هتعرفه ان شاء الله لما تكبر. look and match يعني انظر ووصل. هتبص كده للساعات اللي قدامك وتبص على الارقام بتاعتها. نختار بقى، لازم تبص كويس جدا على الصوره. العقرب الصغير في اول صوره عند رقم 10. يبقى هاجي عند الليتر سي واكتب 1. ها نمبر 2 على 12. يبقى هاجي عند نمبر ايه الليتر ايه واكتب 2. ها نمبر 3 على 8. يبقى هاجي عند دي واكتب 3. ها نمبر 4 على 3. هكتب عند بي 4. look and draw happy. ده جميل قوي يا ميس. طبعا
طبعا الحاجات الكويسه اللي انا شايفها صح ان هي تعمل صح، يبقى هعمل هابي سايد هابي فيس، لكن غلط يبقى ايه ساد فيس. طبعا ده ولد بيرمي القمامه كده بره البوكس، طبعا ده ايه يبقى ساد فيس. فيس. ها ده بيرميها في البحر. ها لا طبعا يا ميس ساد فيس. اه طبعا ده كده رونج غلط. طب نمبر 3، الله بنت يا ميس بتنظف. بنتي دي جميله. هابي فيس. نمبر 4 بيرمي الزباله في جوه مكانها الباسكت. اه هابي فيس. يبقى ده هابي فيس. Goodbye, grade 1. See you soon.